يبدو مصابا اللاعب الكاميروني الى انيستا. الرسام الان يبدا اولى محاولات الرسم، الرسم الان، الكره خطيره، هي جول، جول للتشيلي. هنا طلب من سانشيز التقدم، فعل ذلك واستغل ذلك بكل وضوح وارسل الكره بهذه الجوده العاليه. هنا انتهت الامور، هنا انتهت الامور، عندما ناظر، عندما قرر، عندما فكر، عندما اجبر إريك سانشيز ان يتقدم فعل ذلك، وكانت النهايه الاولى، وبالتالي تاتي الان اول اهداف المباراه كما جرت العاده. كل كره فيها السرعه الان وصلت الى انيستا في المكان السليم، يناظر الان ويقرر، والقرار كان بوجود كره الى البا، جوردي البا، انيستا، الله 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 الله. يا جماعه هذا شيء من الخيال، ما يفعله برشلونه شيء من الخيال، والشيء الأكثر روعة في هذه اللحظات ما يفعله انيستا، ما يفعله انيستا. الكل يأتي إلى ميسي، لقد وصل إلى 35 هدفا، وضع بصمته ووضع روعته ووضع، لكن الفنان الكبير الرسام الذي يرسم أهداف برشلونة قبل أن تسجل، هو من يرسمها، هو من يصنعها، هو من يهندسها. وبالتالي برشلونة عن طريق انيستا هدفين للا شيء. ما تشعر انهم يلعبون كرة قدم اطلاقا اطلاقا، يتمشون وكأنهم في رحلة وكأنهم في نزهة. في هذا المساء الى انيستا، ميسي، انيستا، يا سلام، الى جوردي ألبا في المكان السليم. السعيدة، الأفراح تأتي، الابتسامات تسيطر على الكامب نو. بداها ميسي، الرسام يرسمها، والكرة من جوردي ألبا، والكرة بعد ذلك في المكان السليم. قصة الهدف الثالث، قصة الهدف الثالث حقيقة طبخت على نار هادئة، وكانت النهاية بلمسة فيها سادس أهدافه في الليغا. عاد هو صاحب القميص رقم 7، يجب انه يسجل 7 اهداف. ان الفريق يسير على هذا النهج الممتع في عالم كرة القدم، عندنا الممتع الكبير ميسي، والمرور الان بهذه الصورة، والكرة خطيرة، والتسديدة، جول جول. تعود رباعيات برشلونة، الرباعيات تتواصل وتستمر، واللي يدوب مشارك يدوب داخل الملعب كريستيان تيو له من الطيب نصيب، له من الطيب نصيب. نعم، حيث الكرة الماضية كانت من ميسي، هو حطها بعد ذلك ركنها بهذه الصورة الجميلة. وصلت الآن الأمور إلى 4 أهداف نظيفة، الكرة جميلة، ووضع الكرة بعد ذلك في الشباك بصورة وجودة رائعة للغاية، ركن الكرة ذرتين. الكرة بهذه الصورة خطيرة جدا، ممكن هدف، ممكن هدف، نعم، جول أول لختافي، يخطئ المدافع ويأتي ألفارو، يأتي ألفارو فاسكيز اللي يدوب داخل للملعب، ودخوله كان على موعد مع الهدف الأول بالنسبة له في مباراة هذا المساء. ألفارو فاسكيز شارك بديلا وكان على موعد، ولاحظ الخطأ في الكرة الماضية، المدافع، المدافع، نعم، المدافع جوردي ألبا بطريق الخطأ أرسل الكرة بهذه الصورة، وبالتالي استغلها ألفارو فاسكيز وسجل الهدف الأول لنادي ختافي. صارت 4-1، نفس لقاء الدور الأول.
ملتمات هذا المساء. ديفيد دافيا، ميسي، مرور 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 للأمام، جول جول. أفضل هدية على أدائك يا رسام، أفضل ما تستحق في مباراة هذا المساء الهدف الخامس يا رسام. عمل كل شيء، عمل كل شيء، وبالتالي يستحق أن يسجل الرسام ثاني أهدافه بالليغا، والهدف الأخير على ما يبدو في مباراة العصرية. الآن الكرة من جانب ميسي، والمدافع طبعا المدافع هو اللي أرسلها بطريق الخطأ، جاءت على قدم الرسام، والرسام بالتالي في الشباك. الآن هدفا خامسا لنادي برشلونة. مباراة هذا المساء، كرة جميلة ملعوبة، ما في تسلل، كرة جول. الله 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 الله، 6-1. وبيكي حقيقة كان يعني كان ناوي، كان مصمم انه يسجل، وسجل الهدف السادس. شوف هذه اللعبة ما في تسلل طبعا، وفيها إيثار كبير، فيها الرؤية للزميل، فكر بالزميل اللاعب تياغو، كان ممكن يسجل لكنه لاحظ بأن زميل في المكان الأفضل. الصافرة جاءت عزيزي مشاهد الجزيرة الرياضية.